ايه ده يا غالي؟ اجمدي امي. اجمدي يا اختي. عمرك ما عاجي على روحها. ربنا يجعلها برحمتك. كانت تبان شديده لكن قلبها كان زي البفته طايره وخيرها علينا كلنا. شدي حيلك يا حبيبتي. الباقيه في حياتك. دي كانت زي الفل امبارح، انا سايباها كويسه والا حصل بس. والنبي هبة يا حبيبتي كانت زي الفل. قال رايحين يا اختي الامانات عشان ناخد شنطنا ونروح في امانة الله. ولقيها لك كده زي اللي مش قادرة تجر في رجليها. قلت لها يا حاجة شكلك مش عاجبني. ايه رأيك تقدمي على اجازة بكرة؟ او ترتاحي لك يوم. قامت قالت لي ليه؟ شايفاني يا اختي بتعكز عليكي؟ ولا شايفاني بقى عملتولي جنبك؟ قلت لها برضك يا حاجة. معلش العظمة كبرت وانتي يا اختي هلكة نفسك مش مريحاها. قعدت تضحك وتقولي ياكشي متعشمة انا نسيبهالك. طب ايه رأيك بقى؟ انا حضر رئيسة عليكم لحد ما تفهمكم كلكم. ما كانتش تعرف يا حبيبتي ان احنا اللي هنتفهم. مش جهتين يا اختي بعد ما خرجنا من البوابة وبصيت لقيتها طبت من طولها جنبي. نزلت عشان افوقها. كان السر الالهي طلع. اميرة طيبة عمرها ما تعبت حد ابدا. كانت شايلة هم الناس كلها وما شالتش حد همها حتى في موتها. زمرتنا دلوقتي دايرين وراها في ثلاجات المستشفيات. لولا سعيد باشا الله يكرمه بجرة قلم خلص كل حاجه. مريحانا عايشه وميته يا حبيبتي. جينا وصلنا اهو الحمد لله على السلامة. على مالك على مالك يا على مالك يا مالك. النبي نسى اسماء. قول لهم مش هيلوا شوية مش هنقضي الليلة كلها في الحوار ده. الله يسترك. لا مش فاهم. يعني أنا قلبي عليكم ترجعوا متأخر حد يرازيكم كده ولا كده اللي سكران واللي لا مؤاخذة يعني ضارب له حاجة. وانت بأمانة ربنا اللي هيشوفك هيعكسك يعني هيعكسك. طب ما تيجي نضرب شلبات الميكروباص. ايه يا عم السجاير يا عم انت منشفها علينا ليه؟ روق كده وش وتولع وتلهلشنا. خد يا زميلي. ابيض عليك يا اخويا. ولع فين؟ اللازانيا دي ثبات على المبدا يا وش دور. شدوا حيلكوا يا جماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ست الكل. نورتي العزبه. ما نجيلكيش في حاجه وحشه ابدا يا اختي. بقية في حياتك. حياتك البقية يا اختي. اتفضلي اهلا وسهلا. غالية بنت الحاج عواطف. شد حيلك يا حبيبتي. شد حيلك. فسحي يا سامية. فسحي للست. ست الكل. ليكي وحشة والله. تعيش. اتفضلي. اتفضلي يا اختي. دي المعلمة عزيزة. ما توقعيش انت عليها. روحت قبل ما تيجي انت كده بشهر. بس باين عليها معروفة قوي. امال ايه؟ الست عزيزة ست جامدة ومصيطة. عارفة جوزها؟ المعلم حجاج أكبر تاجر حشيش. عارفة لما كبسة البوليس بتيجي الست عزيزة تيجي وتقول البضاعة دي بتاعتي. آه وتاخد حكم وتتحبس مكانه. يا لهوي. أمال إيه؟ رخل الراجل مش مخلي على قلبه حاجة. مخليها ملكة برة وجوه. لا ما باين عليها. أمال إيه؟
نوره بنتي الكبيره ودي بوسي الصغيره. غاليه مش عايزه تشربي حاجه؟ طب خدي بقي ميه. بصي بصي دي معاها محمول كمان. امال ايه؟ امال مين اللي يجيب المحمول يا رب؟ ايه بقى يا هوش؟ مش مكتوب لاشح بقى معاك ولا ايه؟ هتتقل يا عم في ايه؟ ما الحشاش كتير مالك؟ كتير مين يابا؟ اخر سجاره اللي انت بتولعها دي؟ يعني ايه؟ يعني ايه اخر سجاره؟ مش كنا قاعدين مع احمد مصباح دلوقتي وعملتيها فيها فلت ورحت قاطع الربع ايه؟ خلاص يا عم في ايه؟ هنخلص الليله ونكلم الواد نفسيه. خلاص يا عم كلمه. جبني. عم بتاع اللي دخلك في الجزمه دي. قومي يا بت. الست دي شكلها كان مليان خير. ليه يعني؟ مش ماتت في الشتاء؟ اه صح. ليه بس التعب ده؟ تسلم ايديك. يوه انا جبت لكم الاكل. ما تحرمش. برنجان ما لقيتيش حاجه يا بنت بتسد النفس اكتر من كده؟ وطي الزفت ده يا صابر، عندنا ميت ولا انت ما انتش واخد بالك؟ ما الحق يبقى بالميت يا بنت. يا رب تموت. افتحي نفسي وقولي لي ان الصوابع اللي زي اللوز دي هي اللي حمرته. بس اربعه على ايه؟ خد اما اقول لك. طه يا نع مفيش طبق رز باللبن؟ لا مفيش. تعال حنين، تعال انا هجيب لك زلابيه. تعال تعال لا تحب اجيب لك صوابع نوار. اقعد. خد السجارة. خلي بالك مني يا ستي احسان، وقفي جنبها. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام يا ستي. اجمدي يا حبيبتي. اجمدي وشد حيلك يا حبيبتي. البقاء لله. سلام. لو احتجت اي حاجه كلميني يا ست غالي. كتر خيرك. خد يا حبيبتي، دي حاجه بسيطه تساعدك على المعاش لغايه ما تاخدي مكافاه المرحومه. فاكراني بتجب عليكي؟ معذوره. ما انتي مش دريانه بجمايل المرحومه علي. الله يرحمها. لولا ربنا وحده العالم السنين دي كلها كانت هتعدي عليا ازاي. معلش بكره لما تاخدي مكانها في المصلحه هتشوفي بعينيك الناس بتقدرها ازاي. المسجونه قبل السجان. لا انا شغاله في مصنع تطريز كويس، ان شاء الله ان شاء الله لما الظروف تتحسن هجيب مكنه واشتغل لحسابي. بشوقك يا عيني. المراد تكوني مبسوطه ونعوزتي اي حاجه اتصلي عليا في النمره دي. ده المحمول بتاعي. هو ده فيه مباشر؟ من بكره هيكون عندك. خدي بالك منه، دي غاليه بنت الغاليه. هتوصيني على حبيبتي وبنت حبيبتي؟ دي في عينيا الاتنين. شد حيلك يا حبيبتي. إن عوزتي أي حاجة كتر خيرك. خليك انت. لا يا أختي إزاي، لازم أوصلك. يا
شيخ وليد. نعم. يلا معايا اخدك في طريق. حاضر. تقول لي يا ست الكل، البنت يا حبيبتي غلبانه دلوقتي مالهاش الا ربنا وحضرتك والبنت الثانيه كمان، والله اغلب من الغلب. هي مين دي؟ نوره بنتي اللي قدمت لك القهوه، كنا متعشمين يعني ان حضرتك تشوفي لها كده شغلانه في مصنع ولا ورشه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مع سلامه حبيبه قلبي. الف سلامه حبيبتي، الف سلامه. بالسلامه حبيبه قلبي. الله يسلمك. بالسلامه والقلب دعيلك. بالسلامه. وانت كمان ما تخلي عندك شويه من الاحمر وتقفل المدعوء ده. عمرك يا ست احسان. طلع يا عم البتاع ده. ما تقومي تساعديني بدل ما انت قاعده كده عماله تلغي. بس يا بت. امال هي فين؟ في اوضه ابله عواطف. طب انا رايحه انام. مش قادره. رجليها بتنقح عليا. وانت يا نواره شطبي المطبخ يا حبيبتي وبعدين حصلينا. مفتاحك وياكي؟ اه معايا. انا بس كنت بقول تسيبيني يعني ابات معاها ليلتي اول ليله بقى بعد ما امها ماتت وكده. اه عندك حق برضو. خليكي بايته. بتشي ابوسي. يلا بينا سيب اختك عشان انت لازم تروحي تنامي عندك مدرسه. يلا. ماشي يا ماما. اه يا رجلي. اه عليا. مين؟ افتحها غالية. ايه اللي جايبك الساعة دي يا صبر؟ ايه يا بت عايزه اطمن عليك انت كويسه؟ ما ينفعش. جرايه يا بت مش عايزين اشوفك في يوم زي ده. الناس تقول عليا ايه؟ الناس تقول عليا ايه؟ ما صدقت امها ماتت جايبه راجل في البيت. راجل ايه وانا غريب ولا ايه يا غالي؟ صوتك حتى لو لوحدي ما ينفعش. اه فهمت ماشي الكلام. عامة انا جيت اقول لك لو عاوزت اي حاجه هتلاقيني موجود. خلي بالك من نفسك. أنا هعمل لك كوباية شاي. تصدقي كل العمر ده وأنا فاكرة نفسي صاحبتك؟ تيجي بتقولي كده؟ بقول كده عشان الصحاب ما بيخبوش على بعض حاجة وبيحكوا لبعض كل حاجة يا غالي. عايزة إيه يا نوار؟ عايزه اقول لك على اللي في نيتي وضميري يا غالي عشان انا بحبك. لو كنت فاكره ان الواد صابر ده عاشقك وبيحبك تبقي غلطانه. من الاخر بقى الواد صابر ده نسوانجي وبتاع مزاجه. وانت بعد امك اللي راحت وابوك اللي مات واخوك اللي هج انت محتاجه راجل تتسندي عليه.
مش حتة العيل ده. وبعدين بقى بصراحة ومن الآخر، اللي يبص لست أكبر منه يتحرس منه يا غالية. تصبح على خير. يلا يا حبيبتي تعالي. يلا خدي امسكي حته الفرخه دي كلها. ماليش نفس والله. لا مالكيش نفس، ده ايه لازم تاكل. ده مفيش حاجه نزلت بطنك من يجي 4 ايام. يا مصيبتي 4 ايام؟ ده انت توقعي من طولك يا بنتي كده. طب خلاص هاكل عشان خاطر. امسكي يلا كل. انا قدامي وقت قد ايه قبل ما يقولوا لي اخلي البيت والاقي نفسي في الشارع؟ شارع؟ معاش ولا كان يا حبيبتي اللي يرميكي في الشارع؟ ليه يا بنت؟ وانا رحت فين؟ وتسيب شقتها للحكومه؟ ما انا ريقي نشف اقول لها خساره، اللي يجي منهم احسن منهم. صح يا غاليه، وهو برضه بفلوس المكافاه تعملي المشغل اللي طول عمرك نفسك فيه. واشتغل سجانه. اختي ومالها السجانه؟ ايه؟ هتستعري من شغلانه امك ولا ايه؟ مش القصد يعني، بس هلاقي وقت ازاي على المشغل؟ يا حبيبتي انت شغلك بيخلص الساعه 3، بقيت اليوم بتاعك واليوم اللي هتباتي فيه في السجن ليكي وراه يومين اجازه. وبدل ما تفرتكي فلوس المكافاه في شقه جديده، دول جابوا لك اوضه اصلا. ايوه يا عم، وهيبقى عندك بيت ومشغل ووظيفه حكومه كمان مضمونه. ولعلمك بقى انا قدمت لك في المصلحه ومليت لك كمان دفتر الشروط، انت بس تروحي تعملي كشف قرايه وكتاب، وانا هخلي المأمور يوصي عليكي ان التدريب بتاعك بدل ما يبقى شهر هما اسبوعين، وتكوني متعينه وتبقي سجانه على سن ورمح. سجانه من خطو ابره لسجانه؟ لا يا حلوه يا استحاله. طب وفيها ايه بس يا صوف؟ فيها ايه ده يا بنت؟ انا مراتي تبقى سجانه ليه ان شاء الله؟ وانا ديك اقول لك ايه بقى؟ بشاويشه غاليه؟ حارسه يا صبر حارسه. يعني الحرس الجمهوري يا خايب. طب اعمل ايه بس؟ يعني افرتك القشين المكافاه على شقه جديده. خلاص يا بنت، خلاص يا بنت انا موافق. وهو بالمره نستفاد بالقرشين وندفعهم مقدم تويوتايا حلوه كده بدل الكهنه اللي انا شغال عليها دي. بس انت عارف ان انا كنت عايزه فلوس المكافاه دي اعمل بيها مشغل. يا بت انا عامل على مصلحتي. بالك انت لما الميكروباص ده بيمشي كده على طريق سفر رايح جاي ورب اللي خلقني هنغنغي، الميكروباص قرشه مضمون. وعامل لك يا بت المشغل اللي بتحلمي بيه. واجيب لك مكان بالكمبيوتر كمان. ايوه صدق بس. بكفاياكي بقى يا غاليه بكفاياكي. كفاياني ايه بس؟ انا قلت حاجه. احنا مش هينفع نتجوز يا بنت الناس. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فوق ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا اختك وحبيبتك وسندك في الدنيا. انا غالية. لو كان على المكافأة انا مش عايزاها. والله العظيم انا مش عايزة منها حاجة. انا بحبك. انا بحبك يا فوق. انا عارف. عارف ان انت قلبك ابيض وبنت حلال وبنت زي الفل. بلاش بس لسانك اللي على طول خارج بره بقك ده. بس انا مش هسيبك يا بنت، ورب اللي خلقني ما هسيبك، وهفضل وراك لحد ما تعرفي تعاملي الراجل بتاعك ازاي. مش هسيبك. والنبي مش هتسيبني يا صبر. مش هسيبك يا بنت، ده انت طلعتلي في المقدر. يلا خلص انت حوار الشغل بتاعك ده وليك عليا، اول ما تترستقي كده وتضمني الشقه اكتب عليك.
هنتجوز يا بشاويش، هنتجوز يا بنت. وتبقي سجانة على سن ورمح. غالية افتحي يا بت، انا صابر. وانا اضحك وقلت لها اضحكي ولا ايه؟ ما قلت لك بلاش هنا صوب. ليه ده هنا جميلة يا بنت، دير السلم الحلو ده. قلت لك بلاش هنا صوب. لا مش قادر بصراحة باللي انت لابسها، مش قادر. ما هو ده اللي جابرني علشان خاطر الشقة، ولا تحب نطلع في الأوضة عندك؟ لا عندي فين؟ بس يعني الصراحة لازم تعذريني برضك يا بنت غالية، أنا حاسس إن أنا واقف قصاد عسكري في الكمين. عسكري في عينك. كده بنت تعشميني وتقولي لي في التليفون مش عارف إيش، قميص لون أحمر وبيبي دول الاصفر، وفي الاخر اجي الاقيكي لابسه لي كاكي. كاكي يا غاليه؟ هو ده اللي موجود عندنا. يعني ايه؟ يعني ايه ده اللي موجود عندكم؟ لا بقول لك ايه، خش غير الزفت ده وحط هدم عدل على جتتك، ولبس الشغل يا حلوه تخليه في الشغل، وياك اصطبح بالكاكي ده كل يوم. فاهمه كتكوته؟ حاضر. خد يا بنت استنى. حاضر ايه؟ ما تروحي كده تلبسي لي حاجه من اللي قلتي لي عليها في التليفون. بس يعني تبقى حمريكة أصفريكة، بس بلاش بقى الكوكي كده والنبي يا بنتي. بسرعة بقى. الله يرحمك بقى. غالية ايه؟ ايه؟ هعمل لك كوباية شاي. شاي ايه يا بت؟ يخرب بيت حلاوتك.
هعمل لك كوبايه شاي. ما انا مش عارف بس يخرب بيت حلاوتك. تيجي يا بنت كده نجرب البيت الجديد مش يمكن ما يريحناش. لا والنبي والبي بقى لو ما عجبوش البيت الجديد هغيره له. هغيره له لساني الطويل بس اعمل ايه بقى؟ الطوبه جت في المعطوبه وحبيتي. والنبي ايه؟ بقى انا طوبه يا صابر؟ يا ابو لسان عايز قطعه. قطعه ايه؟ لا اقول لك ايه؟ هقول لك كلمتين بس تعالي. طب ايه رايك بقى؟ انا ممكن اصوت والم عليك الناس. طب ما انا عاوزك تصوتي. والم عليك الناس. لا مش عاوز ناس. انا لوحدي كفايه. تاني بس استني استني بس. اخيرا هنتجوز وهنعيش في بيت واحد. ولا هاجي لك في السر ولا اخاف ان امي تقفشني ولا اخاف ان حد يشوفني. انت معايا في الحوار ده يا صابر؟ صابر ريت يا بنت كان بايديا كنت عملت لك فرح تتبهى بيه العزبه كلها. فرح ايه وبتاع ايه؟ اهم حاجه اني اكون جنبك. وبعدين كده كده اساسا ما ينفعش ان احنا نعمل فرح كبير. انت ناسي ان امي لسه ميته وما فاتش عليها كتير. ورب اللي خلقك يا بنت غاليه لعيشك زي الملكه. بس يعني اصبر عليا كده لحد ما ربنا يكرمني واجيب العربيه. شفت يا بنت التويوتا اللي نازله جديد؟ عروسه بنت الهرمة. وايه المقدمه بتاعتها؟ كلام فاضي. شايف نفسي وانا حارق على الخامس والاسفلت بيولع من تحتيها. عجل العزبه تمن بيسابقها ومش عارف. العالم كلها ورايا وبتحسدني عليها. لا بس انا مش هينفع اسيبهم ينقروها عين كده ولا كده. اكتب لهم عليها بالستيكر. ما تبحلقش كده يا لوح، دي جايه بتلوع الروح. لا وانت الصادق. ما تسألش دي بكام؟ دي جاية من ذهب المدام. بهزر يا صبر بهزر. ماتي الكلام يا غالية خلاص خلصنا. ولا تهزري ولا هزر. يا عم بهزر. خلاص يا صابر. خلاص يا غالية بقى. المكافأة معاكي؟ لا. لا يعني ايه؟ انت مش قبطتيها؟ ايوه قبطتها بس عديت على البوسطه وحطيتها. بوسطه ايه؟ بوسطه ايه اللي تعدي عليها؟ ما احنا متفقين يا غاليه ولا هو كلامه يعني ولعب عيال. ما اختلفناش يا صبر. ما اختلفناش. لا اختلفنا يا غاليه، احنا اتفقنا ما كانش كلام عيال هو. يا عم ما اختلفناش بس افترض يعني نفترض ان انا ما استلمتش الشغلانه يبقى خلاص موت وخراب ديار. عندك حق. وانا ما هقولك يا بنت الناس. خلاص يا صابر. خلاص يا صابر. يا صابر الكلام اخده وعطى. ولا اخده وعطى ولا بتاع، خلاص خلصنا. قلت لك مات الكلام يعني مات الكلام. سجايري فين؟ للسلام. وجعته قوي ذهب المدام. لا وجعته بس حلو. ما تسألش ده بكام، ده جاي من ذهب المدام. مالك بتترعش كده ليه وعامله زي الكتكوت المبلول؟ خايفه من ايه؟ ما انا جنبك. فل انت جامده كده. طبعا فل. هات صاحبي فل يا بخويش. السلام عليكم. ايه 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 زي الفل ان شاء الله.
يلا يا غالي، يلا مستنية ايه؟ يلا حبيبتي انزلي. خش.